بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف الخامس مع درس هذا اليوم التعبير، النهاية في النص السردي. سوف نتكلم عن النهاية، يعني كيف ننهي تعبيرا ونصا سرديا. نكتب النهاية، معنى هنا أولا أتم النص السردي الآتي بوضع ختام مناسب. توجيهات: أثناء الكتابة اكتب بخط نسخ واضح وجميل، ثم وظف همزة الوصل. وظف أي استخدم همزة الوصل، وقلنا همزة الوصل هي هكذا، وهمزة القطع، القطع هكذا تكون إذا كانت أ وأيضا أو، وإذا كانت إي تكون الهمزة أسفل من أسفل، هذه همزة القطع في أثناء الكتابة. أيضا استعمل علامات الترقيم المناسبة مثل الفاصلة، الفاصلة المنقوطة، علامة التعجب، النقطتان الرأسيتان والنقطة، علامة الاستفهام، وهنا الشرطتان. أيضا استعمل الضمير المناسب مذكر أو مؤنث، قد تحتاج إلى الحوار في بعض مراحل سرد الأحداث. الآن هنا مخطط: البداية مرحلة الهدوء، ثم الزمان والمكان والشخصيات وحدوث الأزمة. لاحظوا هنا العنوان، هنا يد واحدة. كان أهل القرية منتشرين، كل يقوم بعمله في هدوء واطمئنان. لاحظوا مرحلة الهدوء، لا يوجد أي مشكلة لغاية الآن. وكان خالد ينظف ساقية الفلج من الأوساخ التي علقت بها في المدة الفائتة. الآن معنا هنا المكان، لاحظوا ينظف ساقية الفلج، هذا مكان. والزمان، زمان القصة هو المدة الفائتة، علقت أوساخ المدة الفائتة، فهو ينظف هذه الأوساخ. وأيضا الشخصيات، خالد هذه إحدى الشخصيات تذكر في البداية. وفجأة الآن التحول، سوف نتحول من الهدوء إلى بداية أخرى. الآن تعامل الشخصيات مع الأزمة، سوف في الفقرة هنا سوف تحدث أزمة، وسوف نرى كيف ستتعامل الشخصيات مع هذه الأزمة. وفجأة سمع صوت استغاثة، بقرة سعيد وقعت في الحفرة، أيضا شخصية أخرى سعيد وقعت في الحفرة، وأيضا بقرة. ترك أهل القرية أعمالهم وهرعوا كلهم إلى مكان الحادثة وهم يلهثون. نظر سعيد إلى الحفرة ورأى بقرته تقاوم من أجل الخلاص، لكنها لا تقوى على ذلك، فتسقط مرة تلو الأخرى. الآن محاولات تجاوز الأزمة، وهو إنقاذ البقرة يعني. كان سعيد خائفا على بقرته أن يصيبها مكروه، لكنه كان عاجزا عن الحركة، فجلس على الأرض ينتظر الفرج، غير أن خالدا قفز إلى الحفرة. لاحظوا الآن محاولات أهل القرية إنقاذ البقرة، فقفز خالد إلى الحفرة وأسند قدميه إلى حافتها، أي حافة الحفرة، ووضع يده تحت بطن البقرة وربطها بحبل متين. وهب رجال آخرون، أيضا شخصيات جديدة في القصة في السرد، وقفزوا إلى الحفرة. الآن هنا بداية انفراج الأزمة، يعني حل الأزمة وذهاب المشكلة، وهي تكاتف أهل القرية وتعاونهم على إنقاذ بقرة سعيد. وقف الرجال كلهم يتساندون ويشجع بعضهم بعضا، وأيديهم متشابكة يحاولون دفع بقرة سعيد بكل ما يمتلكون من قوة. ينتابهم اليأس أحيانا ويلمع أمل إنقاذ البقرة في أحيان أخرى. أوشكت البقرة على الخروج من الحفرة، إلا أنها انزلقت مرة أخرى إلى قاعها، لكن الرجال لم ييأسوا وأعادوا الكرة مرات ومرات بلا تفكير في الفشل. الآن ها هو موضوع الدرس، بعد أن تعرفنا على البداية ونقطة التحول، الآن النهاية، كيف نكتب النهاية؟ في النهاية سوف نتكلم عن انفراج الأزمة بعد اشتدادها، يعني عن الحل. الآن وبعد محاولات كثيرة استطاعوا أخيرا أن ينقذوا البقرة من الموت والهلاك. لاحظوا انفراج للأزمة، كان الأمر صعبا وشاقا على الجميع، ولكن نجحوا بسبب تعاونهم وتكاتفهم. إذا هنا
سوف نتكلم أيضا عن شكر سعيد لخالد ولأهل قريته على تعاونهم. شكر سعيد خالدا لمبادرته في إنقاذ البقرة، كما شكر أهل القرية جميعا على تعاونهم ومساندتهم لخالد. الآن يجب أن تتضمن النهاية أيضا تعبير سعيد عن فرحته. وبعد أن رأى سعيد بقرته دون أن يصيبها مكروه، فرح فرحا شديدا وغمرته السعادة وحمد الله تعالى. لاحظوا هنا الأشياء التي تطلب مني في كتابة، تطلب من الطالب كتابتها في النهاية. يجب على الطالب أن يذكرها وينشئ عليها جملا. وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.